نعم أمر. ما يؤمر عليكي ظالم. بتعرفي تحفري باذنجان يا شاطرة؟ شو نسيتي إنه أنا من حلب أم المحاشي والكباب؟ والنعم والسبع تنعام الحلبية فعلا مشهورين بالمحاشي والكباب، بس انتي بالتحديد ما بعرف ليش هيك مبينة انك مو مدعوكة. جربيني. هو انا كنت جربتك بس بخاف تبعجيلي كم وحدة، وكامل حبيبي ما بيحب الباذنجان مبعوج وطالع منه الرز. لك عم قلك انا شاطرة، هاتي لشوف، خليني اعور كم وحدة والله ما بتشكن. لك يا حبيبتي بلاها بلاها، بخاف ايدك يسودوا. لك بخسرون، هاتي. يلا جربي لشوف. شوفي ها شو بيعملوا اول شيء؟ طلع هيك عندكم بحلا؟ نحن هي ما بنقيمة. خيتو نحن بنقيمة. شوفي اول شيء بيقيسوا قديش. ايه لا مبينة مبينة شاطرة ما شاء الله حولك، يلا كمليهم كلياتهم، انا فايتة اجلي لي شيء. ماني رايحة من هون لحتى تخلص حفر الباذنجانات كلياتهم. خليها خلي ايديها يتعبوا ويسودوا. اوخ دخلكم. اي اي اه اه اسمعتي اسمعتي. ان شاء الله. قومي 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 حطي لها شوية بنبركي بيقطع الدم، ولا اقول لك حطي لها ملح بكوية كوي ورجعي مشان تكملي يوم. يلا قومي. يا عيب شو منك يا سهومة، ما بقدر كمل باذنجانات، شايفة ايدي كلها دم كلها دم. الله يخليكي، انتي كمليون وانا رايح احط لها سبيرتو مشان تتعقم، لاني اذا اجا كمولة وشافك اصبعتي بيزعل. ايه ايه ويلي ويلي ويلي. النقطة ترشني رش. اي والله اي والله طيبي. توها صحيح دكتور المحاشي هي هذا الملك. الله يسلم دياتكم. شو الله يسلم دياتكم؟ لا حبيبي يسلم دياتي الي لحالي، بس الحق يقال سعاد كانت بدها تساعدني بس جرحت ايدها من اول باذنجان. يا حرام. اي بس انا بعرف اطبخ واطيب الطبخات كمان، بس شو بدي اساوي يا حبيبي، انجرحت ايدي بالصدفه. نعم من انور نجار كثير من هون. بنعرف انك بتعرفي تطبخي، ليش انقهرتي وتضايقتي؟ معلش حبيبتي بتصير، بتعرفي الطبخ اللي معنا ابو مهنا؟ هذيك اليوم عم يساوي تبوله، حط جرز البقدونس قدامه ونازل تعطيه بالسي، طلب شوارب وما لقاه. بتصير يعني عاديه ما تزعلي. بس عم تزعني. بعد في حمى. لا تخاف عليها، لا تخاف لا تخاف لا تخاف، جرحها بيلحم بسرعه. طبعا انا صغيره. الله لا يكبرك مشان ما تتقهرم. ايه والله ايه والله. الارنب ومنزله على السوق، قام اجى واحد قال له بقديش الحمام؟ قام قال له هات ارنب، قال له انت مين حكى معك؟ انت ليش عم تحكي؟ مبسوط على بسطك حبيبي. هي الشاي حبيبي، بدي اطلب منك طلب ممكن؟ قدمي لي استدعاء. يعني علي شاي الله يخليك، جاي على بالي اطلع لي شي مشوار، دايق خلقي بقعد بالبيت. طيب وين بدنا نروح؟ تفضل حبيبي وين ما كان، المهم نطلع نشم الهواء. شو رايك سعاد؟ والله هلا شو دخل سعاد بالنص؟ هلا صرت اذا بدك تطلع معي مشوار بدك تسال الست سعاد؟ لا والله لا والله، بس يعني انا عم بسالها هيك سؤال لحتى اشوف اذا بدها تروح معنا ولا ما بدها تروح. ما بتقدر تروح معنا، اصبعتها مجروحة وجرحها ردي لسه ما لحم، بعدين عم توجعها مو عم توجعها ليك عم توجعها. اليوم بطلع انا وياك وبكره بتطلع انت وياها. شو قلتي سعاد؟ مالي رايحة معكم. إيه لا تروحي، انا وكمولتي منروح مع بعض. لا بدي روح معكم. لك خلصنا بقى انتو التنتين، لا لي رايح معك ولا لي رايح معها، الحقيني سعاد. كنا عم نشرب الشاي وعين الله علينا، عين تطرقني على هالاقتراح، وهلا اذا قمت دقيت الباب بده يقول لي مين؟ بدي اقول له انا، بده يقول لي شو بدك؟ بلاها بلاها. ان شاء الله يا سعاد يا بنتي المقرين، نومت اهلي فسوا وما حسوا. مين؟
شغلة ضرورية. ضروري؟ ضروري. صباح الخير. الله يطمنا. صباح النور. صباح الفل حبيبي. يلا ما بدك تشرب القهوة قبل ما تروح الشغل؟ بكير هلا على القهوة وبكير على الشغل أصلاً بالأساس. إيه لما بسيطة. طلعوا غسلوا وشكم وخلينا نشرب القهوة سوا. سعاد نايمة لساتها. فيها. أكل أحوال هاتي القهوة بشربها أنا جوا. لك يا حبيبي ليش تشربها جوا؟ بنشربها كلياتنا سوا برا. شو رأيك تنزل تشرب القهوة معنا كمان؟ عم على الاتزو. والله انا هبلع. ايه والله ايه والله. القهوه ترشني رش. كيد عزالك حبيبي كيدهم وانت معاي. كيد عزالك حبيبي كيدهم وانت معاي. كيد عزالك حبيبي. عاصي الحلاني ما بيغنيها هيك 20 مره ورا بعضها. أنا جاي عبالي هيك غنية. شو يا كل مالنا عم نكتشف فيكي مواهب. لسا ما شفت شي يا حبيبة قلبي لسا. مبارح قلتي لنا إنك أنت طباخة ماهرة، يعني شو بدك تطبخي لنا اليوم؟ قولي لي أنت بالأول، أنت شو جاي على بالك تتغدي؟ بخاف الأكلة اللي جاي عبالي اتغداها تكوني حوبة وما بتعرفي تساويها. إلا يا هبلة، لا تخافي وبعرف ساويها. شو هي الأكلة؟ جاي عبالي يا ستي أكلة قشة وأبوات. بتعرفي تساويها ولا ما بتعرفي تساويها؟ لا بعرف ساويها. عم تحكي عن جد؟ وجد الجد. وبساوي لك فتة بتاكلي اصابيعك من وراها. لا بلاها 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 هالاكله، شو بدنا فيها؟ نقي اكله ثانيه. وليش بلاها؟ انتي روحي على السوق وجيبي لي القشه والابوات وشوفي، ولا تحكي لي همي وعذابي. شو؟ انا بدي انزل على السوق واجيب لك القشه والابوات وما اكلها؟ ايش هالحكي هذا؟ لك خيطه انا بدي روح جيبان. خيطه اللي بيساوي لا بتجيبه. ايه بس انا ما بعرف من وين بيجيبوها. يلا بلاها بلاها الاكله مثل ما قلت لك من الاول. شو بدنا بهالاقتراح؟ ولا اقول لك اجتني فكره كتير حلوه. شو هي؟ عم يقول لي عقلي لكامل يقبر قلبي ان شاء الله القايله، وقول له ياخذ هيك اجازه شي ساعتين زمان ينزل يشتري لنا القشه والابوات وخلافه. شو رايك؟ موافقه. روحي روحي احكي مع كامل. يلا رح اقول له حبيبتك سعاد جاي عبالة قشه. بس نحن هيك ما بنقول قشه، نقول قشه. لا تواخذينا خيطه ابو سراحك. اكيد عزالك يا حبيبي. الو مرحبا، بلا الاستاذ كامل موجود؟ الو مرحبا كامل. اهلين سيها. شلونك؟ هلا فتحتي لي تليفون على الشغل مشان تقولي لي مرحبا وشلونك. عم بطمن عليك. شو بك صاير راسا متعصب؟ شو بدي هيك حبيبي كامل؟ مو انت هديك المره قلت لي جاي على بالك اكله قشه وابوات؟ شو رايك تاكلها اليوم؟ دخلك من بده يساويها انت؟ لا مو انا. مين لك؟ سعاد. سعاد؟ ايه سعاد. ليش مستغرب؟ مو قدامك مبارح قالت انها طباخه ماهره وبتعرف تعمل كل شيء؟ سهام يا حبيبتي حرام عليك تبليها للمخلوقه بهيك اكله صعبه. انا ما عم ببليها بشي، هي اللي جايه عبالها تدوقنا هالاكله، فخلينا بقى نفش لقلبها وندوق في الشتاء. قصدي ندوق الشتاء. طيب فهمنا. مين بده يجيب الاشياء من السوق؟ وينك؟ انا ماني فاضي عندي شغلها. طيب حبيبي لا تتعب حالك انت، انا هلا بنزل على السوق وبجيب الاشياء. بتحب جيب لك شيء تاني معي؟ لا لا الله معك الله معك. رح تجنني هالمره، رح تجنني، رح تجيب لي فالج. انو احلى منه؟ القديمه ولا الجديده؟ كل قديمه. شبهها ساعه بحس انه بتحب ضرتها وعم تدللها، ساعه بحس انه بدها تنتقم منها، لك ساعه بحس انه مستعده تهلكها وتسحب لها زميره رقبتها. ما بعرف ما بعرف يا اخي المره على شو عم تخطط، ما عم بفهم. هلا المهم عم يتقاتلوا مع بعضهم شيء؟ لا معناتها ما في خوف منها. يطول بالك
طول بالك، بكره بتوقع المشاكل بين الضرتين وتحمل اذا فيك تتحمل يا جوز التنتين. لك انا مستعد اتحمل الامرين، بس تبظر لي ولد.